بسم الله. منذ سنة 1974 يمارس عمي السعيد العسكري مهنة الإسكافي، ويعتبر من الأولين الممارسين لهذه المهنة بولاية بومرداس. نقدم أنا نقول لهنا برك، وجينا لهنا نخدموا ونتعلموا، احنا تعلمنا والحمد لله. أنا راني درك 77 سنة في عمري، الحمد لله جاء الحلال، نروح نسرق من قطع ما والو، راني نخدم هكذا نصور خبيزة ساعة 100 ساعة 120 ساعة 200 كل مرة كيفاه. على حسب السلعة، وهذه السلعة أنا نشروها ب 10,000 15، ما ندوش الفايدة، ندو 5,000 6,000 7,000 هذا ما كاين. سعيد نورمال، سعيد هنا كما الخواهنا اللي يغيب يبيع صاحبه، نسلفوا على بعضنا بعض، نصرفوا لبعضنا بعض، نسخسوا على بعضنا بعض، كما الخاوة كما الخاوة. عمي سعيد إنسان زوالي ومعروف في البلدية تاعنا ما شاء الله، وإنسان زوالي لأقصى درجة. هذه يا خويا ويستاهل كل خير عمي سعيد هذا. جامع سمعت لي حاجة، نسمع لي غير الخير. حقيقة هي مهنة شريفة، لكنها تعد من المهن الآيلة للاندثار، والإقبال على الإسكافي ضئيلا جدا. بدأت تروح تنقص شوية، مستوردي ما كاش والخدمة ما كاش، بكري كانت كاينة الخدمة، وإلى درك نقصت ما كاش. الدنيا هذه واعرة واعرة. أطرحنا بالنعاج وجرينا ومشينا وحفظنا وحرثنا، وذوك غدر الحمد لله ورناها. أنا نخدم كردوني، نجيب نشري القضيان وانت مريح للدار، وإلى سهل ربي إن شاء الله بربي نروح العمرة إن شاء الله، مور العيد إن شاء الله نروح، إذا قبلنا ربي إن شاء الله نروح إن شاء الله. الله يطول في عمرك، ربي يستركم كاع. لا تفكر تعلم لي راح. يعتبر عمي السعيد نموذجا يقتدى به، وعنوان للصبر والمقاومة وحب المهنة.